عندنا يعني يعني احنا بعد التحديات اللي احنا واجهناها والحمد لله قدرنا نتغلب على جزء كبير منها، وان شاء الله في طريقنا لحل باقي التحديات التانية. لكن الطموحات بقى ان احنا ان شاء الله، انا بعد في 2012 ان تطوير نقط السروح. احنا عندنا نقط السروح الحقيقة على مستوى الجمهورية. كان الفكر اللي موجود قبل كده ان هو الموظف اللي موجود في نقطة السروح كل اختصاصه هو ان هو يمضي على الدفتر المركب اثناء خروجها ويحصر السمك وهو راجع. الحقيقة نفكر ان شاء الله السنة دي ان احنا اولا نعمل له مكان مؤهل يقعد فيه، ثانيا يبقى عنده جهاز كمبيوتر بحيث ان انا ادعمه بكل البيانات الخاصة برخص الصيد وبطاقات الصيد بحيث ان هو يقدر يكتشف اي مخالفات. الحاجة التانية اللي احنا بنحاول نعملها وكنا بدأنا فيها الحقيقة في اول السنة خالص قبل بداية الثورة، لكن يعني وقفنا شوية عشان طبعا ما نعملش بلبلة، ان احنا بنحاول نسيطر على حرف الصيد. يعني على الاقل ان يعني نخلي صاحب المركب ما يشتغلش باكتر من حرف، او على الاقل يلتزم بحرفته اللي هو المفروض يشتغل بيها. احنا كنا بدأنا فعلا في اول السنة اول ما مسكت الادارة وخرجنا رحنا مأموريات ومراجعة الحرف ومراجعة المواتير، لكن طبعا جت الثورة بقى والعملية كان بقى فيها صعوبة شوية. السنة دي واحنا بنشتغل في الرخص وبطاقات الصيد بطريقة مميكنة، طبعا عشان أول سنة لينا كانت تجربة أول سنة لينا، فكان واجهنا بعض المشاكل والصعوبات اللي احنا بنحاول نتخلص منها إن شاء الله. والسنة دي بدأنا عملنا برنامج لتسجيل كل المراكب الآلية، وكان البرنامج كده في الأول اللي هو تسجيل كل المراكب الآلية في برنامج يحفظ لي الداتا عندي بحيث ان انا المركب مثلا اللي جات عشان تطلع بصوره مميكنه دي احفظ الداتا بتاعتها وتبقى موجوده وارجع لها في اي وقت واطلع منها تقارير. ده كانت الفكره الاولى. لما جبنا البرنامج الحقيقه انا يعني حسيت ان ممكن اطمع زياده شويه واخلي الموضوع ده لتسجيل كل المراكب على مستوى الجمهوريه سواء مياه بحريه او مياه داخليه او بحيرات. وكان الاقتراح المقدم من الشركة أو اللي الشركة شغالة معانا فيه إن هو يعني يعمل لي تصميم للمراكب الآلي، ولما أنا طلبت منه إن إحنا نعمل تصميم للحاجات التانية فقال إن هو يعمل زي نسخة تانية من البرنامج للمراكب الشراعية والمراكب الأوت بورد، لأن اختلاف الرخصة بيختلف من هنا لهنا لهنا. والحقيقة إن أنا لقيت ده هيمثل صعوبة بالنسبة لنا، الولاد يعني الولاد عندي شغالين ممكن يتلخبطوا في أثناء التسجيل يفتح البرنامج ده ولا البرنامج ده، وكمان لقيت ان ده هيزيد التكلفه لان هيقدم لي 3 برامج. فالحقيقه انا يعني قعدت وعملت قعدت التصميم اللي هو بيدخل فيه البيانات دي بحيث ان هو يقبل النموذج الرخصه الالي ونموذج الرخصه الشراعي ونموذج الرخصه اللي هي الاوت بورد الخاصه بالبحيرات او البحر برضو بس اوت بورد، وفي اسوار مثلا بيبقى فيه رخصه لكن شراعي لكن مركب مواتير، في البردويل برضو رخصه شراعي لكن مركبه مواتير. فعملت التصميم بحيث ان هو يبقى تصميم واحد ويخرج منه رخص لكل المناطق دي، ولو حب ويبقى يعني عندي مسجل فيه البيانات المراكب الاليه والشراعيه والاوت بورد كلها. الحاجه الثانيه ان انا برضو يعني برضو زياده مش عارف طمع بقى ولا ايه، ان انا قلت طب ما عملت تصميم تاني لبطاقات الصين، يعني يبقى عندي داتا للشخص الصياد اللي بيطلع الصياد اللي بيطلع بطاقه صيد. المراكب سهله في ان انا اعمل لها الداتا دي لان عندي رقم المركب ما بيتغيرش، حطينا له كود كده عاملين كود للمركب مع الرقم اللي هو المحافظه ومكتب مصيره كده، ده ثابت ما بيتغيرش. فلو كل سنه جالي ابقى عارف المركب دي السنه اللي فاتت كان اسمها ايه وشكلها ايه والكلام ده. عندي بطاقات الصيد مش كده، ما عنديش يعني ما فيش رقم ثابت، الصياد جه جدد السنه دي راح السنه اللي بعدها جدد من مكتب تاني الموضوع دي. فكان يعني لقيت ان في صعوبه ان احنا نعمل داتا، لكن الحقيقه فكرت ان احنا نعمل نموذج او برنامج ويبقى الرقم اللي ما بيتغيرش هو الرقم القومي، ان الرقم القومي بتاع الانسان ما بيتغيرش، فخليت الرقم القومي ده هو اساس البحث، الرقم اللي هو ابحث بيه بحيث ان انا يبقى عندي برضو داتا لكل الصيادين اللي موجود عندي، اقدر اعرف البطاقه دي طالعه من عندي ولا لا، الراجل ده طلع بطاقه السنه اللي فاتت ولا لا. دي برضو لزياده السيطره.
الحقيقه عملت حاجه السنه اللي فاتت برضو في من ضمن الحاجات اللي عملناها، ان انا يعني حتى بالحاجات الشخصيه مش رسم كمان، ان انا بدات اعمل تعاون مع المسؤولين عن نقط الصروف في قوات حرس الحدود، تنسيق تحديدا مع المجموعه هنا المقدم ايمن عبد الله. بقيت ابعت له يعني سي دي مثلا عليه كل المراكب اللي رخصت السنه دي، بحيث ان هو في نقط الصروح برضو يراجعوا ده معايا. لو في اي مشكله يبقى في تواصل دايم بينا بصوره وديه، بحيث ان هو امده بمعلومات وهو برضو يمدني بمعلومات. دي من ضمن الحاجات الحمد لله ان احنا انتهينا منها وبنزودها يعني ان شاء الله. بنفكر كمان السنه ان شاء الله ان احنا نعمل شبكه ربط بين الهيئه هنا ومكاتب المصالح. احنا طبعا دعمناهم باجهزه كمبيوتر وطبعات، لكن انا عندي برنامج دلوقتي بسجل عليه الرخص، عايز ان هو كمان يعني يبقى عنده امكانيه ان احنا نعمم البرنامج ده في مكاتب المصايد كلها، بحيث ان هو يقدر هو كمان يسجل. هو بيسجل دلوقتي بس على الكمبيوتر، لا عايزين يبقى الطريق يعني حاجه موحده شبكه. انا لو عايز اي معلومه في اي وقت ادخل على الاجهزه واعرفها، هو لو عايز يبلغني باي معلومه بدل المكاتبات والكلام ده يبلغني بها فورا. دي برضو من ضمن الطموحات اللي احنا نتمنى ان شاء الله انها تتم السنه دي، ان احنا نعمل ربط بين مكاتب المصايد والمركز الرئيسي هنا عن طريق شبكه. ابقى عارف هو شغال في ايه وانا شغال في ايه، ادي له نسخ من البرامج اللي انا شغال عليها بحيث ان هو يدخل الداتا ويجيبها لي جاهزه وانا اشيك عليها بس. بنفكر برضو ان احنا زي ما قلت مش نعمل بس ربط بين نقط الصروح ومكاتب المصايد، ونفكر وان شاء الله اقترح الاقتراح ده ان احنا يبقى نضم نقط الصروح لمكاتب المصايد. يعني شخص او مدير المصايد اللي موجود في المنطقه اللي بيشرف على مكاتب المصايد يبقى من ضمن اختصاصاته الاشراف على نقط الصروح كمان، على اساس ان ده ربط مهم جدا. ودي اللي كان عامل لنا مشاكل كبيره جدا في السنين اللي قبل كده، مساله ان مفيش ربط. فان شاء الله السنه دي من ضمن الاقتراحات والطموحات اللي احنا بنفكر نعملها مساله الربط ده، بحيث ان هم يبقوا واحد. ده الموظف اللي شغال هنا ممكن يشتغل هنا، بحيث ان الداتا اللي تبقى موجوده هنا تبقى موجوده هنا. ان شاء الله بعد ما ندعمه باجهزه الكمبيوتر يبقى عنده كل الداتا كامله، بحيث ان احنا نقدر ننظم شغلنا. من ضمن الحاجات برضو اللي احنا بنعملها واللي هو دراسه المخزون السمكي، دي في ناس طبعا مش هنسب الفضليات او تماما في الموضوع ده، لكن في ناس شغالين في الموضوع ده من السنه اللي فاتت، دراسه المخزون، بحيث ان احنا ان شاء الله بعد كده لما نيجي ناخد قرار في اداره المصايد يبقى القرار قرار مبني على اسس علميه، وعلى الاقل نقدر نقنع بيه الناس ونقول لهم ان والله البحر مستنزف في المكان ده، والله الحرفه دي مدمره. بنحاول زي ما قلت لك ان شاء الله ان احنا السنه دي بقى هنبدا باذن الله من الطموحات برضو ان احنا نقدر نقنع الصياد بان كل الاجراءات اللي احنا بنعملها التنظيميه والمراقبه. وطبعا السنين اللي فاتت كلها كانت الموضوع بالنسبه له يعني مش متخيل ازاي يعني هو يبقى طالع يسرح وحد يقول له لا ده الشبك مش مخالف والكلام ده. فاحنا بنحاول يعني نوصل له المعلومه دي ونقنعه بيها الاول، بحيث ان هو يقدر يفهم ويتفهم ان في جهه رقابيه المفروض انها بتراقب على حرف الصيد وعلى الشباك، بحيث ان احنا نحاول نفهمه ان ده لمصلحته اولا واخيرا، يقدر يعرف ده هيبقى عليه ليه مردود بعد كده ليه ان شاء الله في السنوات اللي بعد كده. دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا بطمح ان شاء الله ان احنا نقدر نعملها. كان في برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا واللي كانت شغله بالي مساله المنظمات الدوليه اللي مصر مشتركه فيها واللي بتلزمنا ببعض الاجراءات اللي احنا لازم نعملها، زي الجي اف سي ام مثلا اللي هي مصر البحر الابيض، وان في بعض التوصيات اللي كانت بتتم ويمكن يكون مثلا يعدي سنه واثنين وثلاثه واحنا ما عندناش فكره عنها، ونفاجئ مثلا انها تتطبق السنه دي ولازم نلتزم بيها. ده برضو حاجات يعني بدأت فيها السنة اللي فاتت، وكان من ضمنها مثلا كان في توصية بشبك الجر يبقى بمواصفات معينة وبفتحة معينة وبمجة معينة. ده كنت حريص جدا واحنا بنعمل قرار حرف الصيد ان احنا لما نحط مواصفات شبكة الجر تبقى متوافقة تماما مع متطلبات المنظمة، حتى وان كان هيبقى صعب تطبيقها دلوقتي لكن المهم ان نلزم الصياد بيها.
ونقول للمنظمه ان احنا بدانا وقدامنا سنه واتنين على او اتنين مثلا على لما الشخص ده ما اقدرش اقول له غير شبكك النهارده، لكن هو ملزم لما يجي يغير الشبكه لما الشبك يقدم او يحب يلغيه اقول له لا انت ملزم بان انت تجيب شبكه بمواصفات معينه. كان من ضمن التوصيات برضو ان يبقى موجود على كل مركب من مراكب الصيد كتاب اسمه اللوك بوك. اللوك بوك ده كتاب موجود على المركب بيبقى مسجل فيه اولا بيانات المركب وكل العمليات اللي بتتم في البحر بدايه من خروجه من نقطه السروح والاجراءات اللي عملها اثناء وجوده قعد يوم اتنين تلاته، الخطوط الطول والعرض اللي كان موجود فيها، الاماكن اللي اصطاد فيها، كل الاجراءات اللي تمت اذا كان واجهه مشاكل اذا كان اي حاجه تمت على المركب ده المفروض ان هو يبقى موجود. الكتاب ده موجود على مكتب على المركب. طبعا احنا الصيادين عندنا يعني مستواهم التعليمي قليل شويه والموضوع ده شفنا يعني كنا بنقول، لكن هو الحقيقه يعني مش صعب ولا حاجه. الحقيقه انا عملت اجتماع برضو السنه يعني في اواخر السنه اللي انتهت مع الاستاذ محمد الفيا ورئيس الاتحاد زي ما قلنا ان هو بيمثل كل الصيادين، واقترحت عليه الاقتراح ده ان احنا نحاول يعني نبدا في الموضوع ده السنه دي ان شاء الله ونخلي على كل مركب من مراكب الصيد اللوك بوك ده. فهو الراجل الحقيقه رحب بالفكره جدا وقال طالما ده مطلب دولي مفيش مشكله ان احنا نعمله، وبدات انسق مع الاتفاقيات دلوقتي بحيث ان احنا نطبع نموذج من النماذج دي ونحاول ان شاء الله بنعربه نخليه عربي ونفهم الصياد ازاي يملى النموذج ده. من ضمن الحاجات برضو اللي اقترحناها السنه اللي فاتت ان احنا، وده كان اقتراح برضو المهندس محمد شعبان في الاساس، ان احنا نجيب مراكب مراقبه بحيث انها تراقب المراكب بتاعتنا في عرض البحر. المفروض ان كل المراكب يبقى موجود عليها في ام اس، الفي ام اس يعني يعرفني مكان المركب وبيصطاد فين واذا كان بيخالف ولا لا، ودي اجراءات برضو يعني برضو في اتجاه في الهيئه ان شاء الله ان احنا شغالين فيها وان شاء الله نتمنى باذن الله انها تنتهي السنه دي. لكن بالاضافه للفي ام اس المراكب المراقبه دي هتفيدني في ان انا اقدر يعني اراقب، يبقى السيار حتى عارف او صاحب المركب عارف ان هو شغال في البحر في حد بيراقبه. اقترحنا ان احنا نجيب اربع مراكب مراقبه، مركبين في البحر الاحمر ومركبين في البحر الابيض، وبعتنا للتخطيط والتخطيط كان طلب مني المواصفات، والحقيقه انا اتصلت ببعض الناس اللي هم اللي بيصنعوا المراكب دي وعملوا لي رسم توضيحي بمواصفات المراكب بالاجهزه اللي موجوده عليها، واخترنا بيه التخطيط ان شاء الله نتمنى ان هو ان شاء الله في السنه دي نقدر يعني تكون المراكب دي جاهزه بحيث ان احنا نقدر نراقب العمليات اللي بتتم في عرض البحر واذا كان في مخالفات بتتم او الكلام ده، بالاضافه للفي ام اس يعني اللي موجود يعني. اعتقد ان هي دي يعني نبذه بسيطه عن بعض الانجازات اللي احنا عملناها والطموحات اللي انا بتمنى ان شاء الله انها تتم في السنه اللي جايه. دي اهم حاجه تقريبا عندنا ان شاء الله. في النهايه بشكر استاذ عاطف صلاح مجاهد مدير اداره المصايد، وبتمنى لحضرتك ان شاء الله التوفيق في الاداره وتحقق طموحات الاداره ان شاء الله.